تتعرفوا منذ سنوات وانا تنشجع المنتوجات الطبيعيه، المنتوجات ديال بلادنا. اكيد كنستعمل عده وصفات طبيعيه للبشره، العنايه بالبشره ديال الوجه ديالي او الذات او الشعر، ولكن ما فيها باس مره ملي تنبغي نوضع المكياج فانا كنحرص على اختيار المنتوجات الجيده. والجيده ماشي هي اللي غاليه في الثمن، غير اللي كتناسب اللون البشره، الكاليتي ديال البشره، لان عندي بشره دهنيه وكنتحرك بزاف، تنشتغل بزاف، فكنبغي مكياج اللي يبقى ليا يعني مده على الاقل واحد 8 او 10 السوايع في اليوم. فكنكون يعني حريصه انني نختار المنتوجات الانسب للبشره ديالي. مؤخرا هذه واحد سنه اكتشفت المنتوجات دبسام، وبصراحه لقيتهم مناسبوا البشره ديالي، عجبوني بزاف، وكانوا من الحوايج لانهم شجعوني انني نقلب على بسام ونجيبو للمغرب. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.